dans le cadre d'un Sébastien a fait son opéra. C'est un événement qui me tient à cœur à la khater. شاركت في اول اديسيون لي ودايور فرصه باش نذكر سي اسعد بن عبد الله اللي هو كان مشرف على دار سيباستيان وكان هو صاحب الفكره دو لونسي ليفينمون هذايا دونك شاركت فيه كاستاجير مع بيان سور بليزيور فوا بما فيهم هند بن شعبان اي جو مو رابيل كو ليديسيون الاولانيه ما كناش نوزيتيون با بروغرامي في العروض لكن قررت اللجنه المشرفه اللي كانوا ياثروا فينا انهم يشاركونا انا وهند بن شعبان في الكلوتور دو فيستيفال دونك قعدت ذكريات جميله في هال الكادر هذا وفي سورتو الكادر نتاع دار سيباستيان يعني عشت فيه برشا حاجات اخرين بما فيهم لو كونكور ناسيونال دو لا ميور فوا ليريك 2010 كان رجوع سبيسيال شوي اي بوي انكور سي العرض هذايا بالنسبه ليا كان نوستالجيك شويه لانه انا اخترت حاجات يحتمل ثم حاجات عندي برشا ما غنيتهمش ثم حاجات اللي بديت بهم ما كارير ديريك لكن جي اسيستي اني نحطهم على خاطر جات طبعا بعد وفاه المايسترو الكبير احمد عاشور اللي نهدي له العرض هذا تفكرت لي ديبي نتاعي تفكرت سون سوتيان انورم اللي حضاني به في لي ديبي نتاعي وقدم لي للبوبليك نتاع المسرح البلدي وقدم لي للاوركستر دونك حبيت نحط حاجات ان بو قدم شويه فكرت فيهم لي ديبي نتاعي وديديكاس لي هو زاد الله يرحمه دونك سي عرض نوستالجيك شويه برشا مش شويه غنيت إير أودابيلا من أوبرا أتيلا فيردي كومبوزيتور نتاعها فيردي غنيت جو نو تيم با كومبوزيتور كورت فيل غنيت اغضب لفادي بن عثمان كيف أوميو بابينو كارو دو بوتشيني إير دو ماريتزا دو كالمان اون فيت اكثر غنيات شدوني هما الحقيقه اغضب نتاع فادي ما نعرفش علاش هكا
كي نغنيها نبدا فرحانه، نعطي كل شيء، نعطي احاسيسي الكل كيف كيف. جو نو تيم با كاو دونك، هذوما اكثر غنيات شدوني غنيتهم هكا من اعماقي. اسمه أليسو بي دي ميرفي مع أسامة مهيدي وحسام الساحلي، كوميدي موزيكال باش نكون فيها أنا لا غين دي كور، وإن شاء الله في مارس لافون بروميير لو 13 مارس، لا بروميير في لو 14 مارس إن شاء الله.